تواصل قوات الاحتلال الروسية في شبه جزيرة القرم اعتقال القيادي التتري أختيم تشيغوز في القضية المعروفة بأحداث برلمان القرم التي جرت في 26 من فبراير عام 2014. وفقا لمحامي تشيغوز، فإن المحكمة العليا في القرم ستستمع خلال الأيام القادمة لأقوال تشيغوز في هذه القضية ولأول مرة، في حين استمعت إلى أقوال 200 شاهد، واحد منهم فقط قدم شهادة ضد القيادي التتري. هذا وكان القيادي في مجلس شعب تتار القرم أختيم تشيغوز قد اعتقل في يناير عام 2015 بتهمة المشاركة في تظاهرة دعم لوحدة وسيادة أراضي أوكرانيا أمام برلمان القرم في فبراير 2014.